متابعين الاعزاء على موقع اشواق تي في، كنحييكم مره اخرى. اليوم حنا متواجدين في مدينه وجده، خرجنا نسولوا الناس لا عيطوا لك التجنيد الاجباري والمقدم كيدق عليك في الدار واش تمشي ولا لا. اجوبه مثيره ومضحكه في نفس الوقت، خليكم تتابعوا معنا. ممكن تعطينا النشيد الوطني؟ النشيد الوطني ما حافظوش كدبش عليك. علاش ما حافظوش؟ ما حافظهاش. شنو نقول؟ حافظ من بيت الاحرار سيدي؟ من بيت الاحرار. من بيت الاحرار. والله ما قد تلفت لي الله العظيم. مشات واقيلا مع الواد خاك ياك؟ مشات لك واقيلا. مشات لي واه، مشات لي مع الكاميرا، مشات لي واه. صافي تبارك الله عليك، انت مستعد تخدم الوطن ديالك. واه يقدر يسير واه، ماشي مشكل. ممكن تقول لنا النشيد الوطني؟ ها؟ عاودي مع هاد الحوايج هادو، علاش قلت لك المستوى الدراسي ديالي انا ماشي خارج بزاف. النشيد الوطني ماشي مشكل واخا ما حافظوش ما عارفوش. دابا بالنسبه للتجنيد الاجباري، انت قلت لنا دوزتي فيه تجربه، ممكن تعاود لنا عليها؟ هو مزيان مزيان، التجنيد الاجباري ضروري. واه ضروري. كيف دازت التجربه ديالك؟ مزيان، ليكسبيريونس مزيانه. تقدر تعاود لنا على شي حوايج دازو تما اللي كاف؟ هو الرياضه والسبور والاكل والشرب والفياخ بكري. واه انت خدمتي لصالح الوطن؟ ها ضروري واه خدمت. ممكن تعطينا النشيد الوطني؟ ها النشيد تنسى لي يعني النشيد داك شعارنا شعار الوطن. المهم تجي الاجباري ضروري. واه واه دوزت للدار البيضاء البحريه الملكيه. البحريه الملكيه وانت يعني مع الدراري مشيو للجنة؟ ها هو ضروري، هو كل داك الشيء كل واحد ما غاديش ياسيستيو عليه. كان يبغي الدر الولد جالس وما وقعت كميتو ما عنده لا حرفه لا والو، من الاحسن يمشي يندمج في هذا الجنيد الاجباري. جنيد في مصلحة ديال الشباب، الشباب راه ضايع غير جالس. وانتي مستعد انك تخدمي الوطن ديالك وفكر روح الوطنيه؟ ضروري، لما يخدمش بلاده واش بغى؟ الانسان يموت على بلاده ولا على ولاده. ممكن تعطينا النشيد الوطني؟ من بيت الاحرار، من مشرق مشرق الانوار، وتفع بعد سمعني. من بيت الأحرار مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، دمت منتدى وحماه، عشت في الأوطان للعلا عنوان. ما عارفينش سميتو، ما متبعينش بداك الروح الوطنية حقها، وعارف راسو راسو ناعس غير ناعس، وعارف راسو ما عارفش كاع ما عارفش كاع من قلوب ما عارف والو. ممكن بغينا تقول لنا النشيد الوطني؟ نشيد من بيت الأحرار مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، منتدى حماه، منتدى العلا عنوان. يعني ما غاديش كيما يديروا ترسم معاهم، يعني تمشي هذيك العامين ولا شحال دايرين وراه يعني غادي يردوك. يعني هادشي علاش؟ واصلا انا بعدا كبير في الله ما غاديش نقدر نمشي. ولكن هما يعني في ديك العامين راه غادي يخلصوك. واخا يخلصوني ما نقدرش نمشي. تقدر تطوع الى عيطوا لي. شنو ندير في عامي؟ شنو عطيتي لي التعويض 2000 درهم؟ 2000 درهم شنو غادي دير لي انا؟ شنو نخلص بها الكراده للدار ولا الماء ولا الضو؟ شنو ندير؟ صافي ما تقدرش يعني تطوع واخا يكون شي واحد اللي غادي يتكلف بالوالده ديالك؟ ما كاين حتى واحد، انا اللي عند الوالده بوحدي وما عنديش الوالد. صاحبي ما فهمنا والو مع هاد القوم هادو. انا دابا عندي الباك وعندي شهاده مكمل قرايتي ولا غير لي باش نفوت. فهمت كيفاش؟ ما فهمناش اصاحبي هذا. شنو كانت ردة الفعل ديالك ملي شفتي راسك معيطي لك؟ صدمات نخلع اصاحبي. واش انت انا داير هاد العام ريزون فورماتيك في الاسطا؟ صدقنا لغاو لك باش دير التجنيد. كيف زعما هاد الشيء هاد؟ انا قاري حياتي كامله ما عرفتش شحال معاه باش نمشي في التالي نتجند عندهم، قال لك يعطيوك يمكن شي 2000 درهم ولا فهمت؟ وراك عارف المأسي ديالنا. راك شوف اكثريه فهمت اكثريه وجده منا الشباب بزاف راه ضايع، بزاف راه ضايع بزاف كاع. بحال اللي مليحه هاد التجربه اللي دايرينها يديو شويه منايا بخيره كاع. بحال اللي دايرين هذاك اللاج دايرين من 18 ل 25 مرحبا، كاين ولاد الناس اللي مشاو تما احسن لهم ما يبقاو يتفلسوا هنايا. بزاف راه الاغلبيه بزاف يتفلسوا ستيليسو بلا ما نقول لك، راك عارف هاد الصوالح. يعني انت مع التجنيد الاجباري؟ مع التجنيد الاجباري.